السلام عليكم واهلا وسهلا بكم مجددا في قناة وصفات بسيطة مع رميساء. الوصفة اللي غنقدم لكم اليوم هي تورتية بالخضر، طبعا أكلة غنية عن التعريف. تابعوا معايا طريقتي في التحضير ديالها. كمية الخضر غتبقى حسب الأشخاص، يمكن لكم تضعفوا القياس. أنا عملت هنا حبة من حاجة، حبة البطاطس، حبة الجزر، واحد الحبة الكوسة أو القرع الأخضر، واحد الحبة البصل، كاملين قطعتهم صغارين وقليتهم في شوية الزيت والملح وخليتهم يبردوا. احتجت أيضا 4 البيضات. بالنسبة للتوابل استعملت قليل من الملح والإبزار أو الفلفل الأسود والسكينجبر أو الزنجبيل، وأيضا شوية المعدنوس مقطع. بالنسبة للطريقة كما كتلاحظوا غنخلطوا البيض ونضيف عليهم الخضر اللي حضرناهم سابقا وقليناهم زائد التوابل والمعدنوس ونخلطوا مزيان. كما كتشوفوا هذه الأكلة سهلة بزاف وبسيطة. هذه الأكلة يمكن لكم تعدلوها في العشاء كعشاء خفيف، أو مثلا في الغداء كإضافة مع الدجاج أو مع السمك المقلي ولا شي حاجة. ايضا الاطفال اللي ما كياكلوش الخضر غادي يعجبهم هذه، لان ما يحسوش بديك الطعم الخضر. زائد يمكن لكم تصيفطوها معاهم للمدرسه ياكلوها في المدرسه. نستعمل واحد المقلاه اللي ما كتلصقش، كنوضعوا فيها القليل من الزيت شويه، كنخليوها يسخن ونضيفوا عليها الخليط ديالنا ونعوضوها بهذه الطريقه. ملي كنلاحظوا انها طابت من الاسفل كنقلبوها باش تطيب من الجهه الثانيه. النار دائما خصها تكون مهيله اولا متوسطه باش تطيب على خطره وما تحرقش. هذا الشكل ديال النهائي، ديك الالوان الخضر كيعطيوها واحد المنظر رائع ومغاير، حتى المذاق ديالها كيجي مبدل على التورتيه العاديه. كنتمنى تجربوها بصحه.